الإفريقي. ولعل براعة العمانيين في الإبحار وحبهم للبحر وممارسة التجارة من العوامل الرئيسية التي أدت إلى تقوية الوجود العماني في شرق ووسط أفريقيا. وميناء زنجبار هذا كان همزة الوصل بين الشرق والغرب، حيث تبحر السفن العمانية من ميناء مسقط وصور وصحار محملة بالتمور واللبان واللؤلؤ والخيول وغيرها من الصادرات العمانية، ليتم بعد ذلك تفريغها في موانئ زنجبار وبيمبا ومومباسا ولامو، ثم تعود محملة بالعاج والقرنفل والعنبر والذهب والجلود وغيرها من السلع التي كان العمانيون يتاجرون بها إلى الهند والصين. ومن خلال هذا الميناء أيضا يصدر خشب الكندل والساج والصنوبر والصندل، حيث أن معظم هذه الأخشاب تجلب من غابة جوزاني على بعد 22 ميلا جنوب زنجبار. إلا أن أهم سلعة كانت تصدر عالميا من خلال ميناء زنجبار هي القرنفل، حيث أن زنجبار وبيمبا كانتا تمدان العالم 90% من استهلاكه من هذا المحصول، وبالتالي كان القرنفل يمثل مصدرا لثلث الدخل الحكومي آنذاك. وبذلك ازدهرت التجارة ونشطت أسواق زنجبار وبيمبا، وكذلك الحال في كلوة ومنباسة وغيرها من مناطق البر الأفريقي. وأصبح العمانيون وغيرهم يبيعون منتجاتهم وصناعاتهم في هذه الأسواق. اسماعيل بن حمدان بن ساعد بن مسعود بن حميد بن سليم بن مبارك جديدي من جيل 67 سنة داخل 67 سبعة أشهر زنجبار في زمن سيد الخليفة، زمن سيد الخليفة من حارب وجت داخل الشامبة شلومبو واجوني شلومبو، جت ولد كان أنا وأبوي أربعة وراف جيت هنا البلاد وجيت وبعت قهوة وراف سويت مع ماكنزي، اشتغلت مع ماكنزي سوى درت الشغل وجيت هنا. حقيقة الأمر فإن هناك من العمانيين من سبقوا هذا التاجر، أولئك الذين بسببهم اتسع نطاق التجارة وتحولت زنجبار عن طريقهم إلى أعظم ميناء في الأطراف الغربية من المحيط الهندي، كما أصبحت المستودع الرئيسي للتجارة الأفريقية والآسيوية. أنا حمد بن سيف بن حمد بن سعيد الصوافي، مولود عمان منطقة السريف ولاية عبري سلطنة عمان. نعم جيت من عمان إلى أرض الجزيرة في سنة 1370 هجرة، بدأت التجارة في سنة 79 عربي إلى الآن على الحالة هذه التي هو عليها، أبيع وأشتري مثل هذا حبال، مثل هذا معنا تاوات، مثل مغاريف، مثل حل تراب، مع كلامه، مع بعض الحوامل تفرقه.